ويعتبر التكاثر الجنسي مكلف. مكلف ليه؟ لأن إحنا عندنا اللي بتحمل مين؟ الأنثى. اللي بتحمل مين؟ الأنثى. طب والذكر؟ ولا حاجة، ما بيعملش حاجة. فهي اللي بتحمل وتقعد 9 شهور، إذا كان بقرة مثلا بتقعد معرفش برضه 9 شهور، إذا كان مثلا حصان بيقعد 10 شهور، جمل بيقعد 11 شهر، وهكذا. غنم بقى قد كده. فكل حيوان له فترة، الفترة دي الأنثى بتبقى متفرغة عشان تطلع الجنين، والذكر طب ما فيش له دور في الموضوع. فأصبح هنا النص شغال والنص مش شغال، وده بنسميه ايه؟ فبيعتبر التكاثر الجنسي مكلف في الوقت والطاقة عن التكاثر اللاجنسي، لأن اللي شغال في التكاثر الجنسي الأنثى، لكن الذكر لا، بكل الكائنات. لكن في التكاثر اللاجنسي سواء الأب هو اللي بينقسم، سواء الأم هي اللي بتنقسم، الاثنين ده بينقسم وده بينقسم. فأصبح إيه؟ فأصبح إن كله هنا شغال، فيعتبر ده غير مكلف، لكن هنا مكلف. طيب وبعدين هنا يعني لو ده الذكر زي الأنثى في نفسه يبقى مش مكلف، لكن لا، الذكر ما بتكثرش، هو بس المشيج الذكري بيروح للبويضة في الأنثى، وده اللي بيعطل الدنيا، والذكر ملوش علاقة. فيعتبر التكاثر الجنسي مكلف في الوقت والطاقة عن التكاثر اللاجنسي. أول حاجة ليه؟ لأنه عادة بعد مدة من عمر أول حاجة كمان مكلف. ليه؟ لأن بيحصلش التكاثر إلا بعد فترة من النمو، لكن التكاثر الخضري مش محتاج فترة، على طول بعد فترة من إيه؟ من النمو. يعني بتم عادة بعد مدة من عمر الكائن الحي، وتطلب أحيانا إعدادا خاصا من الأبوين قبل التزاوج. يعني مثلا لو في الإنسان محتاج شقة ومحتاج معرفش إيه وعفش وكلام من ده، يعني وحال المالية ميسورة وبيقدر يشتغل ويصرف على نفسه، فده كله مكلف وبأخر عملية التكاثر دي. فده في نقطة اتنين، يتبادل الأبوان في الحيوانات، مثلا يتبادل الأبوان حراسة البيت. تلاقي مثلا في الحمام، الحمام مثلا بتلاقي بيجي رائد على البيض الحمامة، والذكر بيدور على الأكل يجيب الأكل، هي ممكن تروح تجيب الأكل وهو رائد على البيض، فإيه بيتبادلوا الحماية أو الرقم لأنه يحمي البيض عشان إيه؟ ما إيه عشان يفقس وهكذا. فيتم تبادل أبوان حراسة البيض ورعاية الأبناء، وطبعا رعاية الأبناء حتى تكبر بعد الفطام في البشر مثلا، فبراعيه أبوه وأمه. إن كان الأب مسافر يبقى الأم، إذا كان الاتنين موجودين الاتنين براعي كل واحد من جهة أو كل واحد من ناحية، وده بدور يجيب الغذاء، وده بتوفر الحاجات جوه البيت وهكذا. فبعض الأنواع تتحمل مشقة كبيرة عند الاحتفاظ بالأجنة في بطونها حتى تتكون وتولد، وذلك في سبيل حماية أبنائها. وطبعا كون الجنين يقعد 9 شهور ده مكلف بالنسبة للأم ومعطلة عن حاجات كتير. وقد تبقى الأبناء مع أبائها في حياة اجتماعية من أجل المزيد من الحماية وتعلم الكثير من السلوك. مكلف بيولوجي يعني ايه مكلف؟ لان الانثى هي اللي بتشتغل والاب مش شغال، فيعتبر مكلف بيولوجي. يعني الجنين اللي جه عن طريق الام، الاب صح هو المشيج الذكري دخل وخلاص، لكن هي الفكره انه في ال9 شهور الذكر بعيد عن الموضوع خالص نهائيا، فايه ملوش علاقه بالجنين اللي جوه. فتبقى فبيبقى في تكلفه بيولوجيه، معناها نص الطائفة هي اللي شغالة والنص التاني عطلان. مكلف بيولوجي. غير القسم الخضري، القسم الخضري كله بينقسم يبقى ايه يعني 100%، لكن هنا 50% هو اللي إيه؟ الحامل للجنين، وذلك بسبب الاقتصار الإنجاب على نصف عدد أفراد النوع وهو الإناث.